يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما يقولوا عن الشام، عصاية تجمعهم عصاية بتضطرهم، ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم. فكل من تكلم وتفاصح ورطم فهو يسقى إليه ويسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. لذلك نحن ننصح الشباب أخي، مش كل ما صائق أو نعق ناعق والله نسمع له ونزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة، حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي لهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمي معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي انت تحكيه، اما نعود نسمع كل يوم في دين، كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.